بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أن لا يعني يكسر الأخرى محاضرة من المحاضرات الأخرى، من قد كان في خلل في نظام الصوت، فما أدري من عن الشرائح نتكلم عنها بعض الإخوة والأخوات، لكن على كل حال يعني أنا يبدو الله أعلم أن يعني المذكرة موجودة في الإبراز، المذكرة موجودة عند المكتبات الأخرى وغيرها، هي المذكرة يعني المعتمدة التي يعني مفرغة من كلام الأستاذ، ولذلك لا حرج في اعتمادها، لا حرج في اعتماد مثل هذه المذكرة والله تعالى أعلم. إذا كانت يعني معتمدة لأصول الماضية فأنا أنقض ذلك الاعتماد ولا حرج في اعتمادها. كما قلت لكم المنهج يعني يحتاج إلى تركيز وإلى مذاكرة، وإن شئت المذاكرة في المذكرة في الإبراز أو غيرها فما في إشكال، بشرط أن تكون موافقة للمحاضرات المسجلة، بشرط أن تكون موافقة للمحاضرات المسجلة. طيب الآن فقط الآن الصوت معكم تسمعون الصوت الآن؟ هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ طيب جيد. المنهج كما يعني هو بين أيديكم عبارة عن يعني عدد محاضرات، بدأت بالكلام عن كتاب البيع وتعريفه و الصيغة التي عقد بها شروط صحة البيع، الشروط السبعة المشهورة، ثم بعد ذلك أنا بين يدي الآن المذكرة حوالي 109 صفحات، وكل من يدعي أن هذه المذكرة هي المفضلة. نعم كل شيء مطلوب، كل شيء مطلوب في المذكرة. هذه القرابة 106 صفحات، كيف أصبحت 48 صفحة؟ كيف أصبحت 48 صفحة وهي 106 صفحات؟ لا لن أطلع على شيء، هذه يعني محاضرات مسجلة هي المطلوبة والله تعالى أعلم. هل إن شاء الله مثلا قلنا نبدأ نستعرض المسائل بشكل سريع بسرعة، أظن أن في المحاضرة الماضية يعني وصلنا لاستعراض الشرط الخامس، والشرط الخامس قلنا أي ملزمة أي واحدة يعني الذي في الإبراز. أنا سمعت أكثر من أخ يقولون الملزمة ذات 106 صفحات هي موافقة تماما لمحاضرات مسجلة. لا أدري من كتب هذه الملزمة، لا أدري، لكن هي عند دار الإبراز والله تعالى أعلم. لا بأس نعتمد اللي في عند دار الإبراز. نعتمد اللي في عند دار الإبراز حتى تكون يعني أوعب وأوسع في يعني معرفة المقرر. شروط البيع الشروط المعروفة السبعة لا نحتاج 109 صفحات، يعني أرجو ألا يعني أن ننهي هذا الموضوع الآن، وإلا أوقفت المحادثات ويعني بعد قليل سأخرج من القاعة كل من يتكلم في هذا الموضوع. علم يا أخوة وأخوات. طيب المسائل يعني في المذكرة البيانية واضحة جدا ولا تحتاج يعني إلى يعني كثير من الشرح، سوى بعض المسائل مثل قضية مثل بيع العينة، مثل قضية بيع العينة، هل لديكم إشكال في بيع العينة؟
هل هناك إشكال في بيع العينة؟ بيع العينة تتكون من صفقتين، تتكون من صفقتين إحداهما تسبق الأخرى وتكون أساسا لها. ما هما الصفقتان؟ الصفقة الأولى أن يأتي شخص إلى بائع فيقول أشتري منك هذه السيارة بثمن مؤجل بقيمة مثلا 100,000 ريال مؤجلة، أسددها لك بعد سنة أو أسددها لك أقساط خلال 5 سنوات أو أقل أو أكثر. الآن الصفقة الأولى تكون بثمن مؤجل، ثم يعود نفس الذي باع هذه السلعة ويشتريها ممن اشتراها منه، يشتريها من نفس الرجل الذي اشتراها منه بثمن حال نقدا أقل من المؤجل، وباع السيارة عليه 100,000 ريال ويقول لك وش رايك تبيع السيارة علي ب80,000 أو 90,000 ريال أعطيك إياها نقدا، أعطيك إياها نقدا. خلاصة العين يخرج من عند هذا الرجل وفي جيبه 90,000 ريال، جيبه 90,000 ريال وفي ذمته لهذا الرجل 100,000 ريال، وهذا الذي يجعلها ذريعة للربا، هذا يجعلها ذريعة للربا. فهمت؟ صفقة ثانية الأولى فيها الثمن مؤجل والثاني فيها ثمن حال أقل من المؤجل. الصفقة الأولى البائع فيها زيد والمشتري عمرو، والصفقة الثانية فيها البائع عمرو ومشتري زيد، عكس يعني عكس الصفقة الأولى. مرة أخرى على البريد، على بريدي ولا على الإيميل، عفوا على المنتجع، أقول أي سؤال يطرح، أي سؤال يطرح يطرح في المنتدى ما أدري هل جيب بريد المنتدى إلى الآن مغلق؟ إلى الآن لا، بالعكس أنا يعني منذ قليل رددت على إحدى الطالبات التي ذكرت أن عندها جدول نازل من العمادة، فيعني أرجو عدم المقاطعة في أثناء الشرح، أرجو عدم المقاطعة أثناء الشرح، إذا كان أي إشكال يرسل على المنتدى. هذه معنى بيع العينة، يعني يكون عند أحد الشخصين سلعة، عندي سلعة وأتى شخص آخر اشتراها مني بثمن مؤجل 100,000 ريال مثلا على أن يسددها لي خلال 5 سنوات أو خلال سنة أو خلال أقل أو أكثر، المهم أن الثمن مؤجل. الصفقة الأولى الثمن فيها مؤجل. الصفقة الثانية أن يقوم هذا الرجل نفسه الذي اشترى مني السيارة بثمن مؤجل يبيع السيارة علي مرة أخرى، يعيد السيارة إلي فيبيعها علي بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. هذه تسمى مسألة العينة. لماذا حرمت العينة؟ لماذا قلنا إن العينة حرام؟ لأنها ذريعة إلى الربا، لأنها ذريعة إلى الربا. لماذا؟ لأن حقيقة وجود السلعة في هذه الصفقة إنما هو وجود صوري لا حقيقة له، لأن المراد ماذا؟ مراد البائع أن يقرض هذا المشتري 80,000 ريال يعطيه 80,000 ريال في جيبه ويكون في ذمته لهذا الرجل 100,000 ريال، فيخرج من عندي الآن في جيبه 80,000 ريال وفي ذمته 100,000 ريال يسددها لي بعد سنة، والسيارة دخلت هذه الصفقة لتحليلها، لتحليلها تكون حيلة على هذا البيع، لهذا حرمت، فلهذا حرمت. المشكلة طبعا في العينة أن السيارة تعود إلى نفس اليد التي خرجت منها. طيب ما رأيكم لو أن هذا الرجل اشترى مني سيارة ب100,000 ريال مؤجلة ثم ذهب وباعها على شخص آخر، على خالد، على طرف ثالث، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يسمى نعم أحسنتم، نعم أحسنتم، يسمى هذا
يسمى هذا التورق، يسمى بل يجوز، بل يجوز إذا باع على شخص ثالث يسمى التورق. التورق مباح والعينة محرم. ما الذي يجعل التورق مباحا؟ ما يجعله مباحا أن السلعة خرجت من يد المشتري إلى يد رجل آخر غير البائع، غير البائع. نعم، أهم شيء أن السلعة ما تعود إلى نفس الشخص الذي خرجت منه، الذي خرجت منه. نعم، التورق جائز ومباح، وهو مخرج صحيح لمن أراد أن يحصل على النقد، والعينة وسيلة إلى الوقوع في الربا. الفرق بين العينة وبين التورق أن التورق تباع السلعة فيه على شخص ثالث، بينما العينة تباع الشخص تباع السلعة فيها على نفس البائع الأول. ما هو التورق؟ التورق ذكرناه الآن، ذكرناه، هو نفس صورة العينة، لكنه بيع السيارة وبيع السلعة فيه على طرف ثالث. كيف صورة التورق؟ صورة التورق أن آتي أنا إلى أن يأتي عمرو إلى زيد من الناس، زيد عنده سيارة وعمر يريد أن يشتري هذه السيارة، يقول عمرو زيد تبيع هذه السيارة بثمن مؤجل ب100,000 ريال مؤجلة، أسد ذلك بعد سنة من الآن. يأخذ عمرو هذه السيارة، والآن في ذمته لزيد كم؟ 100,000 ريال يسدها له بعد سنة. يذهب عمرو بهذه السيارة ويبيع هذه السيارة على خالد ب80,000 ريال. هذا يسمى تورق، يسمى تورق. نعم، مختلف التورق. نعم، التورق فيه يعني محل خلاف، لكن عامة أهل العلم على جوازه، عامة أهل العلم على جوازه. هناك رواية عن الإمام أحمد ومذهب بعض المالكية، واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم أن التورق يشبه العينة، ولهذا رأوا تحريمه. الحقيقة أن التورق لا يشبه العينة. لماذا؟ لأن بيع السيارة أو استخدامها أو إهداءها أو وقفها هو من ملك من؟ هو ملك المشتري، وحق خالص المشتري. غير أننا نقول المشتري لا تعد بيع هذه السلعة على نفس البائع الأول حتى ما تقع في العينة، وما سوى ذلك تصنع بهذه السيارة ما تشاء. يعني يمكن أنا أذهب إلى عندي لي تورق، أذهب إلى أحد الباعة أو إلى البنك أمره بشراء سيارة من أحد معارض السيارات، فيشتري هذه السيارة وأخذ السيارة على أساس أني سأبيعها، ثم أغير رأيي وأستعمل هذه السيارة. أو بالعكس، أشتري هذه السيارة بثمن مؤجل على أساس أني سأستخدمها. هل يجوز أو ما يجوز؟ يجوز عند القائلين بتحرير التورق. ثم إذا غيرت رأيي وأردت أن أبيعها، هل يقول أحد أني ما يجوز أن أبيعها؟ الجواب أن الصحيحة من أقوال العلم هو جواز التورق. والآن في يعني عصر الحاضر لم يعد القول ب يعني تحريم التورق، يعني لم يعد ذلك قائل بتحريم التورق. يعني عامة العلم عن قول جواز التورق أنه مخرج شرعي صحيح من مخارج الربا. لماذا؟ لأنه ليس فيه ذريعة إلى الربا، ليس في التورق ذريعة إلى الربا. لماذا؟ لأنه ليس فيه احتيال، السيارة أو السلعة تخرج من يد المشتري إلى يد شخص آخر ليس هو البائع الأول، فليس هناك ذريعة وليس هناك مخاطر يعني للوقوع في الربا. الله تعالى أعلم. هذا ملخص الكلام في العين، وفي أيضا يعني ما ذكره الشيخ المحاضر المسجل يعني بين المشاهد في مسائل العين. وعلى كل حال يعني أنا عندما أعطيك ملخص ليس مع ذلك أني أغفل بقية المعلومات الموجودة. كل ما ذكر في المحاضرة هو مطلوب، قد يكون محل سؤال في تفاصيله، في تفاصيل هذه العقد. لا، ليس هناك تكاليف، ليس هناك مجال أصلا للتكاليف، ليس هناك مجال للتكاليف الآن، لأن الوقت يعني قصير والمحاضرات يعني متراكمة، ولم يأتي التكليف إلا متأخرا، فنحتاج فقط أن نجلي يعني بعض الغامض في المنهج مثل هذه المسائل الدقيقة.
طيب تطبيق التورق في البنوك ليس بحاجة إلى كلام كثير، لكن سنأخذ نعم كلها مطلوبة، كل ما يذكر في المنهج مطلوب. تطبيق التورق في البنوك أنا سأغلق بعد ذلك، يعني إذا كانت أسئلة خارج، لكن ليس هناك أسئلة يعني فقهية، سأضطر إلى إغلاق المحادثة. أنا يعني المجال الآن مجال للشرح و يعني عرض الإشكالات التي تريدكم أثناء المذاكرة، فإن كان هناك إشكال أو سؤال حول المحاضرات السابقة فلا بأس بإراجعه. من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرا لبادي، أن يبيع حاضرا لبادي، وهذه قد تكون محل إشكال في فهمها، من المراد بالحاضر والمراد بالبادي؟ المراد بالحاضر وساكن البلدة وساكن المدينة، حتى إن كان بدويا سائل مستقرا يعتبر حاضرا، يعتبر حاضرا مقيما في البلد. المراد بالبادي هو في الأصل البادي هو القادم من البادية، لكن ليس هذا هو المراد، المراد كل من قدم لهذه البلدة يريد بيع سلعة معه، سواء كان قادما من حاضرة أخرى أو كان قادما من بادية أو أي شخص كان، مهم أنه معه سلعة يريد بيعها في هذه السلعة، وليس المراد هو البدوي على وجه التحديد. المراد به لغة البادي هو البدوي، لكن الأصل والتوسع أن المراد بالبادي هو القادم لبيع سلعته في السوق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاضر أن يستقبل البادي قبل أن يصل إلى السوق ويأخذ منه سلعته ويكون وكيلا عنه في البيع، يكون له سمسارا، أن يكون له سمسارا في هذا البيع. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي؟ لماذا هل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر البادي؟ قالوا لأن فيه ضررا كبيرا على أهل البلد. عادة عجرت العادة في السابق أن أهل البلد يفرحون بقدوم هذا الغريب، لا ليس حتى للغرض به، بل هو المراد أن يكون رخيص السعر حتى لا يرفع الأسعار على أهل البلد، حتى لا يرفع الأسعار على أهل البلد. يعني هو على العكس، يعني بيع الحاضر للبادي، بيع الحاضر للبادي يعني يكون الحاضر المراد ليس المراد بيع الحاضر للبادي انه ان الحاضر معه سلعة يبيعه للبادي او ان البادي معه سلعة يبيعه، لا، الحاضر يكون واسطة بين الناس وبين هذا البادي، يكون سمسارا. تعرف السمسار؟ يكون فقط سمسارا لهذا البادي. طبعا المصلحة هنا للبادي، يعني من مصلحته أن يكون هذا الرجل له سمسار لأنه سيرفع الأسعار له. هذا الرجل أهل من أهل البلد ويعرف الأسعار، ويعرف الأسعار ارتفعت، وسيرفع الأسعار له، يعني يعطيه مكسبا كبيرا. لكن لأن هذا الأمر فيه ضرر كبير على عامة أهل السوق، قدم الضرر العام على الضرر الخاص، على المصلحة الخاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع الضرر العام عن أهل البلد ولو كان هناك مصلحة لهذا البادي. هذه المصلحة البادي غير معتبرة، ليس لها اعتبار. لماذا؟ لأنها تحدث يعني ضرر على أهل البلد، هذه المصلحة لا قيمة لها وغير معتبرة، وإن كان فيها مصلحة لهذا البادي يعني زيادة كسبه وربحه. هناك ضرر على عامة البلد، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم منه، نهى أن يبيع حاضر البلد. طبعا إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر البلد، يعني يقوم الحاضر ويقصد البائع البلد يستقبله في أول البلد ويبيع له هذه السلعة، لكن ماذا لو أن البادي جاء إلى السوق وقال أين السماسرة، أين فلان سمسار، أين ذهب له في مكانه وقال أريدك أن تبيعني هذه السلعة؟ هنا لا بأس، هنا
لا بأس. وليس النهي واردا على هذه الحالة، ليس النهي واردا على هذه الحالة، لأن الحاضر قصد الذهاب، لأن البادي قصد الذهاب إلى البادي ولم يقصده البادي، يعني البادي لم يستقبله في أول بلد حتى يعني يتعمى عن الناس، وإنما البادي هو الذي ذهب إليه، فهذا لا يكون هذا الأمر ممنوعا ولا يعني محظورا ولا محظورا. من المسائل التي أيضا من مسائل البيوع المنهي عنها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تلقي الركبان، النهي عن تلقي الركبان، وما عن تلقي الركبان أي استقبالهم عنده، هو شبيه ببيع الحاضر البال، لكن تلقي الركبان هو الشراء منه مباشرة، الشراء من الركبان مباشرة، أن يذهب بعض يعني الناس إلى مقدمة البلد فيستقبلون من يقدم لبيع سلعته في السوق. الجواب أنه ليس جائزا، هذا ليس جائزا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن تلقي الركبان، ولا منع نهى عن تلقي الركبان بالنظر إلى مصلحة هذا القادم لهذا البلد يريد أن يبيع سلعته في السوق، فيتلقاه هذا الرجل فيشعره بأن السوق كاسد وأنه لا يوجد أحد يشتري، فهذا المسكين قادم إلى البلد يظن أن الأمر كما يذكره له هذا المتلقي، لأنه يعني الذي يقدم لبيع سلعته في البلد يريد أن يبيع هذه السلعة يتخلص منها بأي يعني طريقة كان، يحمل همها يحمل همها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تلقى الركبان فاشترى منهم، فلهذا الراكب أو لهذا القادم البلد أنه إذا أتى السوق فوجد الأسعار يعني أغلى مما يعني اشترى منه هذا الرجل، وجد أنه غبنه اشترى مني السلعة ب10 ويتباع في السوق ب50، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له الخيار إن شاء أمسك وإن شاء فسخ. نعم، تلقي الركبان والحاضر البعد والنجس كلها محرمة ويقع البيع فيها باطلا، عفوا المحرمة وبعضها يقع فيها البيع، بعضها يعني يكون فيها الخيار، يكون فيها الخيار لمن حصل له الغبن فيها. أيضا المسألة يعني حرمها النبي صلى الله عليه وسلم النجش، وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، يعني طمع الناس أحيانا بعض الناس يعني إما أن يكون غرضه الحكم محرم ومحرم لا يجوز، كل شيء واحد، إذا قلنا محرم أقولنا لا يجوز، كلاهما بمعنى واحد. من المسائل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النجش، قال لا يعني لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، كونوا عباد الله إخواني، الآخر الحديث المشهور، وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والمراد بالنجش هنا أن يقوم شخص بالزيادة في السلعة وهو لا يريد شرائها، يعني بعض الناس يذهب ويكون له أحد غرضين، إما غرضه مصلحة البائع أو غرضه مصلحة البائع أو غرضه الإضرار بالمشتري، يرى شخصا لا ليس مثل السوم وليس مثل السوم، نعم مثل السوم مثل المساومة، أثناء المساومة يسمى نجشا، لكن لا يريد شراء السلعة، يعني يريد أن يخرب على المشتري فيضره، فيظن المشتري أن هذه السلعة مرغوب فيزيد في ثمنها أيضا، يعني مثلا والله أنا مثلا رأيت شخصا يعني مع البائع يحاول مساومة على بيع السلعة ب10، فيأتي شخص يقول هذه أنا أسوم هذه السلعة ب12،
أرسم هذه السلعة ب 5 دولار، يظن المشتري أن هذه السلعة مرغوبة وأن هذه السلعة فعلا التي أعطي فيها أنها تستاهل، فيبدأ يزاود على هذا الأمر ويتضرر بسبب فعل هذا الناجش، ويعني هذا الناجش لا يريد شراء هذه السلعة. قد يكون الناجش أحيانا حصل بين التواطؤ، هذا يعني من أعظم يعني ما يكون، أو من أعظم يعني منازل هذه المعصية، أن يتفق البائع مع أحد مع بعض الناس ليزاود على هذه السلعة، ليظن المشتري أن هذه السلعة محل رغبة الناس، المسائل أيضا تبحث أيضا في مسائل البيع، النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، أو النهي عن بيع المبيع عموما قبل قبضه، وأن النهي لا يخص الطعام وحده، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطعام، لكن هناك السلع، هناك يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السلع وذكر شيئا وغير ذلك، ما يدل على أن الأصل العموم، على أن الأصل العموم. طبعا الأهرعين مختلفون في يعني بيع الشيء قبل قبضه، فمثلا يعني ما صورة تاركة، ما صورة في ذلك، صورته أن صورة ذلك أن يعني مثلا أبيع ليكون مثلا سيارة، بيع سيارة على زيد من الناس، يدفع زيد المبلغ ولم يقبض هذه السيارة، ثم يعني قبل أن يقبض بعت زيد السيارة، وسيارة كانت في جدة وهو في الرياض، وزيد لم يقبض هذه السيارة، وانسجل باسمه اشترى من هذه السيارة، هل يجوز لزيد بيع هذه السيارة قبل أن يستلمها؟ هذا معنى بيع الشيء قبل قبضه، هل يجوز بيع الشيء قبل قبضه أو لا؟ الفقهاء مختلفون في هذه المسألة. على ماذا اختلفوا؟ اختلفوا هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام في كل مبيع، قبل قبضه؟ هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام؟ أو هو خاص بالمكيلات والموزونات والمعدات والمزروعات؟ نقول الصحيح، القول الصحيح الذي يعني لم يعد محل خلاف في الوقت الحاضر، والذي يعني استقر عليه كلام العلم جميعا في الوقت الحاضر، أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه مطلقا، سواء كان مكيلا أو كان موزونا، كان طعاما أو كان مزروعا أو كان معدودا، أو كان من جملة السلع، أي سلع كانت لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، إذا اشتريت أي سلعة فإنه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. ثم بعد ذلك تكلموا في القبض، بما يكون هذا القبض، هل مراد القبض هو القبض الحقيقي مع أني لابد أن أخذها بنفسي وأنقلها إلى مكان آخر؟ هذا هو الأصل، لكن هناك بعض السلع لا يمكن أن تنقل، مثل العقار،
الأراضي والمزارع والبيوت. هذه الفقهاء ذكروا طريقة القبض، اتفقوا على أن القبض فيها إنما يكون قبض بالتخلية، يسمى قبض بالتخلية، يسمى قبضا حكميا، يعني أنا أخلي بين المشتري وبين هذه الأرض، أو أعطيه مفاتيح هذا البيت أو نحو ذلك. وذكر أيضا أنواعا يعني في من القبض ما يسمى القبض الحكمي، قبض البطاقة الجمركية للسيارة، لأن أهل الاختصاص يقولون أن الشخص إذا قبض البطاقة الجمركية للسيارة فقد ملك هذه السيارة، ولا يستطيع أحد التصرف في هذه السيارة بتاتا، البطاقة الجمركية تمثل ملكية تامة لهذه السيارة، فإذا قبضها عنده لم يحتاج إلى أن ينقل السيارة إلى مكان آخر وهكذا. لكن الأشياء اليسيرة والحقيرة والتافهة لا بد من يعني أن تقبض قبضا حقيقيا، لأنه يمكن أن تنقل من مكان البائع إلى مكان المشتري. من المسائل ذكر الفقهاء أيضا في أيضا كتاب البيع ما يسمى بالتسعير، وأيضا ذكر الاحتكار، وهل يجوز التسعير أو لا يجوز. طبعا أصل التسعير النبي صلى الله عليه وسلم عندما غلى السعر بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سعر لنا، يعني اجعل أسعار محددة للتجار حتى لا يتجاوزها التجار ولا يرفع هذه الأسعار. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم التسعير، رفض التسعير، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل، وليس أحد منكم يطلبني بشيء. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم التسعير. يقول الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أصل هو تحريم التسعير، لكن المسألة فيها تفصيل. المسألة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم توسعت، يعني توسعت أراضي المسلمين وكثر عدد المسلمين، كثر عدد التجار، والتجار الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هم التجار الذين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسد يعني الزمان، أصبح منهم التجار يعني فاسدة أكثر من السابق. يعني التجار الذين كانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة، ويبقى فيهم من الدين والورع ما ليس في غيره، ولهذا ينبغي على السلطان وعلى يعني إمام المسلمين ورئيس الدولة أن يكون له موقف من هذا التسعير. يقول ليس كل تسعير محرم، وإنما التسعير الأنواع. في الأحوال العادية التي يكون السوق فيها يعني مستقرا، فنقول هنا لا يجوز التسعير، أصلا لا يجوز التسعير. لكن ماذا لو أن التجار مثلا أو كبار التجار اتفقوا على يعني احتكار سلعة ما ورفع أسعاره؟ يقول يجب على الإمام أن يتدخل لحماية يعني مجموع الناس، يجب عليه يتدخل لحماية الناس، لأن وظيفة الإمام المسلمين أن يحمي يعني الناس من ظلم بعضهم، وهذا لا شك أنه من الظلم الذي يجب أن يرفع، يعني اتفاق على رفع الأسعار، مثل ما لو اتفقت من شركات الألبان على رفع سعر اللبن، تدخلت الدولة في مثل ذلك، هذا تدخل شرعي وصحيح وليس من التسعير المحرم. بقي المسألة الأخيرة في هذه المحاضرة، مسألة شروط البيع وشروط البيع. الشروط البيع تختلف عن شروط البيع. شروط البيع التي تسميها بعض الفقهاء الشروط الجعلية أو الشروط الوضعية أو الشروط الاتفاقية. شروط البيع أصل وضعها من الشارع، هي استنبطت من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. شروط البيع السبعة، لهذا لا مجال للتنازل عنها ولا إسقاطها. بينما الشروط في البيع، الشروط التي يضعها كل من العاقدين في البيع، هي البنود التي تكون أثناء التعاقد. يعني مثلا أبيعك، أريد أن أشتري منك السيارة التي في جدة بشرط أن تنقلها لي إلى الرياض، أو أبيعك هذا القماش بشرط أن تخيطه لي ثوبا، أو أبيعك هذا الحطب بشرط أن تنقله إلى مزرعتي. هذه تسمى شروط جعلية.
اقسم شروط جعليه اتفاقيه، او تسمى الشروط في البيع، ولا تسمى شروط البيع، فرق بين وغير شروط البيع. هل الشروط الجعليه بسبب انها بسبب كون انها صادره من الناس، فقد يكون منها صحيح وقد يكون منها فاسد، وهذا الفاسد قد يكون مفسدا للعقد وقد لا يكون مفسدا للعقد، وقد يعني تم التفصيل فيها في اثناء الحديث عنها يعني بتفاصيل نافعة. ثاني سؤال في، وحتى الآن لم نفكر بأسئلة، لكن قضية تسهيل الأسئلة تسهيل، ولا يعتمد على المذاكرة، يعتمد على مذاكرة الطالب، يعتمد على مذاكرة الطالب وحرصه. وعلى كل حال نحن الآن لا نتولى التصحيح، تعلم التصحيح آلي، بعض الطلاب يرون الأساتذة على قضية الأسئلة وغير ذلك. هذه الأسئلة هذه أجوبتها مأخوذة من ما درسته، مأخوذة مما درسته. وأنتم على كل حال يعني أحسن حالا بكثير من الطلاب المنتظمين، يعني أنتم الآن الأسئلة نمطية موضوعية اختيارية، قد اختار الطالب إجابة تخمينا ويقع اختياره صحيحا، وهذا محل الإشكال بالنسبة للطلاب. لكن على كل حال يعني لا، ما في الإمكان إلا مثل هذه الأسئلة. فإذا الطلاب المنتظمين يعني يختلف وضعهم، يعني أغلب أسئلتهم أسئلة مقالية، ويعني يكون هناك يعني جهد شديد في الإجابة على مثل هذه الأسئلة، ويكون فيها صعوبة، وليس هناك مجال للتخمين ولا مجال يعني الإجابة بغير ما طلب ونحو ذلك، فيكون يعني الأمر أكثر صعوبة. ما وجه الخطأ الذي حصل من الجامعة؟ يعني هل بالعكس هذا الأسئلة لكم أفضل؟ أنا عندي الأسئلة الموضوعية التي تكون الخيار فيها بالنسبة للطالب، لا شك أنها يعني أسهل بكثير من الأسئلة المقالية. يعني ما لك بحال ما صار مثل الأخير، يعني نحن نعتمد المذكرة قلناها أنها من نبراس، مع أنها أكثر صفحات فتكون هي المعتمدة. وأنا حتى سألت مكتبة عنها، قال إن هذه هي يعني ذات المفضلة عن محاضرات مسجلة. ومن المشروعات التي ذكرتموها هي أيضا هي تمثل المنهج الذي يعني ربما قارنتم بينها، حصل هناك اختلاف، فأنتم ذاكروا يعني ما سقط من تلك الشرائع. خلاص الحمد لله، ما دام منها نفس الشرائع نفس المذكرة فلا بأس بها. فكم سؤال قبل أن ننسى المحاضرة التي بعدها؟ أنا عندي الآن محاضرة بعدها، فيعني أستميحكم عذرا. ما أظن يختلف أبداً.